هنا عن كيفية الغسل من الجنابة، لأن بعض النساء تقوم بغسل مؤخرة الرأس أي الشعر وتقول أنه يجوز ويكفي أن غسل الشعر كله، أو تقوم بغسل بعض الشعر بأن يتخلل الماء مؤخرة الشعر أي بعضه، فهل هذا يجوز أم أنها تغسل الشعر كله سواء كان الشعر مربوط أو مفكوك؟ أرجو أن تخبرنا عن كيفية السنة. يستنجي الإنسان، يستنجي أول بعد الجماع، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفيض على رأسه الماء 3 مرات، ثم يغسل بقية جسده، يبدأ بالشق الأيمن قبل اليسار حتى يكمل الغسل. والمرأة يكفيها إذا أمرت الماء على رأسها 3 مرات يكفي. قالت أم سلمة: يا رسول الله، إني رأت ما أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة في جوه الحيضة؟ قال: يكفيك أن تحتي 3 حاجات ثم تفيض عليك الماء. فإذا أفضت عليك 3 حاجات مر على جميعه فلا لزوم النقض. وهكذا الرجل لو كان الرأس يفيض عليه الماء ولا يحتاج إلى النقض.